تتبع النجف تعاني وتنزف من الواقع الخدمي والتربوي والتعليمي والصحي. يمكن شفته قبل فترة قصيرة أنه يعني معقول يوم أحد النجف ما بها الطلبة، خدمات؟ يوم أهميتها أعطيك دليل الدينية تتبع، وموقعها الأثري أعطيك دليل. ما بها اليوم خدمات؟ إحنا تتبع، إحنا الإعلام أو الصحفيين أو الناشطين المدنيين بنتكلم نقطة أدلة، أحطش في الدليل. ربما أدز الكادر القناة وحضرتش، يمكن شفتي مواقع التواصل الاجتماعي اللي هو الطفل اللي نتل بالعمود الكهربائي وفقد حياته نعم قبل فترة. السبب شنو السبب؟ السبب انه يشرد من الطين اللي بالشارع ويروح على الرصيف على الحيطان اللي ماكو رصيف اصلا، ولا يتفاجئ يعني انكمش التيل ويروح انتهي. طفل عمره يمكن الله أكبر عمره ما يتجاوز 8 سنوات 9 سنوات، يعني وين الاعمار وسردفتهم؟ الشوارع عندنا هنا شارع رئيسي اللي يربط بين المحافظات، زي هذا سجاد الشارع هسه يوم اشتغلوا من به يتحمل مسؤولية جهد هذا الهندسي. الطفل اللي فقد حياته ونتل بعمود الكهرباء من يعني من كاسة الأمطار والشوارع غرقانة والطين، اليوم البلدية ست يتحمل الكهرباء مسؤول من يتحمل مسؤوليته؟ ست عامة شكو شخص مسؤول في محافظة النجف هو اللي يتحمل مسؤولية، من نائب أولا، من محافظ، من كادر أيضا، لأنه من المستحيل أنه الكادر يطلع بدون علم المسؤول، يعني سواء المهندس المنفذ أو المحافظة إلى آخره. فنحمل مسؤولية، مسؤوليتنا أو المسؤولية عامة نحملها للمحافظ وللسادة النواب أيضا وللكادر العامل. لأنه هسه قبل فترة شارع تأهيلي، هو شارع مبلط أصلا، بس يريدوا يحطون شارع ثانوي لأنه باعتبار هذا شارع رئيسي بيربط بين محافظات النجف وباقي المحافظات الأخرى. هذا شارع حفرة، وحتى يحطون آبار للمياه الصحية، فنحفر ونطمه فوق التبليط، يعني الشارع صار فوق ما هو أسوأ، صار بعد أسوأ وفق سكوت المحافظة وباقي الكوادر. زين سوء هذا الشيء تخطيط صحيح؟ وإدارة شنو السبب؟ إذا هو شارع